بالأرقام تعرف على الفنانين الأعلى سداداً للضرائب، لن تصدق كم دفع الزعيم. أكدت مصادر من داخل مصلحة الضرائب المصرية أن الفنان رامز جلال حافظ على صدارة قائمة الفنانين الأعلى سداداً للضرائب خلال موسم إقرارات 2020، وأشارت المصادر في تصريحات صحفية تناقلتها الصحف المتخصصة في الشأن الفني أن الفنان رامز جلال جاء في المرتبة الأولى ليتصدر قائمة ضمت عدداً كبيراً من النجوم. ورغم أن المصادر لم تكشف عن حجم الضرائب التي دفعها الفنان رامز جلال، إلا أنها أكدت أن الفنان عادل إمام حل في المرتبة الثانية في القائمة، ولم تذكر المصادر أيضاً حجم الأموال التي قدمها لمصلحة الضرائب. وأشارت المصادر أن وزارة المالية تخطط لرفع حصتها من ضرائب الفنانين والمهن الحرة ل4.9 مليار جنيه بزيادة 33% عن العام المالي الحالي المتوقع أن يتم تحصيل 3.7 مليار جنيه به. وأوضحت المصادر أن السرية من صميم عمل مصلحة الضرائب، إلا أن المصلحة تعتزم الإعلان عن قائمة المشاهير الأعلى سدادة للضرائب. ووفق آخر كشف عن الإقرارات الضريبية للفنانين، فقد شهد الموسم الضريبي 2018-2019 شهد تصدر الفنان رامز جلال لقائمة الأعلى تسديدا للضرائب، حيث بلغت إجمالي ما سدده نحو 7 ملايين جنيه. وأكدت الإقرارات في العام نفسه أن الفنان عادل إمام سدد نحو 1,530,000 جنيه، بينما سدد الفنان يحيى الفخراني نحو 4 ملايين جنيه، بينما سدد الفنان محمد رمضان نحو 1,600,000 جنيه، وسدد الفنان أحمد عز ما يقارب 3.5 مليون جنيه. ويذكر أن الفنان عادل إمام يشارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل فالنتينو من تأليف أيمن بهجت أمر وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه حول نور الذي يملك مع زوجته عفاف الفنانة دلال عبد العزيز سلسلة مدارس إنترناشونال، لكن حدوث خلافات بينهما يفتح باب العديد من المغامرات والمفاجآت. في السياق، كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الدعائي الرسمي لبرنامج المقالب الجديد رامز مجنون رسمي، والذي يقدمه النجم رامز جلال خلال موسم شهر رمضان المقبل. وظهر رامز جلال خلال البوستر وهو ممسكا بفانوس رمضان وأمامه هيكل عظمي للمومياء، ولم يكشف البوستر عن طبيعة المقلب.